نفسه بيتخانق في شارع عبد العزيز مع ظابط والناس ملمومين عليه وهيقطعوه. يا مرعي خدني عايز الله خليه. هي بتشجان في ايه؟ بتخانق في ايه؟ مش جان اسعاف يا جدعان. اسعاف يا جدعان. اشجان رد عليا. اشجان معلش يا اشجان يا اختي، ان شاء الله هتمي بالسلامه. زيزو انا عايزك تنزل الاستقبال تشوف دراعك ده ليكون اتكسر ولا حاجه. اشجان اتضربت بالنار بدالها يا لبنى، المفروض انا اكون مكانها دلوقتي. بعد الشر عليك، ما تنزل صحيح تبص على الدكتور ويشوفك مالك. سيبوني في حالي بقى. كانوا عايزين يضربوني بالنار وانت وقفت قدامي وفديتيني. فداك الف اشجان. عندنا في البلد لما بنلاقيش لب بنجزجزوه بنكركش الطلق ده. الظاهر ان البنج ده عمل لك دماغ عالي قوي. الشهود اكدوا ان هم مجموعه كبيره من الصعايده كانوا مسلحين بطبنجات وآلي، هجموا على الشارع وكسروه وحرقوه، واحنا في انتظار المعاينه. شكرا. خير يا باشا، انتوا عاملين لجنه هنا؟ خدت بطارق وحرقت الشارع يا عبد العزيز؟ بطارق ايه بس يا باشا؟ انا سيادتك كنت مسافر اهو، لسه راجع قدام سيادتك يعني، وادي الباسبور اهو. ملوش لزوم، انا متاكد انك انت كنت مسافر، بس ده ما يمنعش انك ورا اللي حصل برضو. ماشي، انا مرهق يا باشا وعايز اروح يعني، بعد اذنك ممكن نفتح؟ اتفضل. شكرا.
رجليه وطلعت على السلم. عبد العزيز اهلين، وحشتيني. اكتاني كان مشتري لك البدله الحلوه دي. هذاك 1350 بدله. دريت باللي حصل؟ العركه كانت وعره قوي وشارع عبد العزيز كله قصه. واحنا مالنا؟ تعالي بقى، ما فرجت انا جبت لك من بلاد بره. خلاص اتفقنا دي هتبقى اوضتنا. حلو قوي. اوكي. طب وهنا؟ هنا بقى نعمل اوضه الولاد. عايز اعمل لهم فيها الوان بقى على السرير وشويه حاجات كده، كنت بحب الحاجات دي وانا صغير. وعايز بقى كمان في البلكونه. ايه يا عصم؟ لا ده عشان الولاد مش عشان والله. لبنى جزء من العالم ده. ايوه، يعني لو ما كانش الشباب البلد يحس بمسؤوليته مين يقدر يحس بيها؟ انا حضرت لك العشاء تحت. نسال نفسنا، انت لابسه كده ورايحه فين؟ رايحه صيدليه، انت عارف. يعني انت تنزلي بالليل دلوقتي وانا افضل قاعد مستنيكي ولا ايه؟ انت عارف الاسبوع ده كله شفتات بالليل. بكره نقعد على الحيطه ونسمع العيطه. ماشي يا لبنى، اتفضلي دلوقتي عشان نتكلم بعدين في الموضوع ده. ماشي، سلام. اعزم من هنا اول الشهر. عزيزي ليه يا محبوب؟ حد سألك؟ ايه حامل؟ حامل ايه يا بنت المجنونه انت؟ حكك عليا يا عبد العزيز، برد خالي لك. لا انا ماليش دعوه بالحوارات دي، مش فاضي انا الخلف وجع دماغ، اللي فاضي ده لازم ينزل، انت فاهمه ولا لا؟ اخرسكك قطع لسانك. اوه مالكيش دعوه بالحوارات دي يا عم، الموضوع يخصني وانا اللي عندي قلته لها يا اما قسما بالله. نزل ايدك يا واد وفوق، اخص عليك وعلى البطن اللي شالتك. في حد يقول لا لاراده ربنا؟ وبعدين هي جايباها في الحرام عشان تقول لها نزليه؟ ما هي متنيلة متجوزة بقالها 7 سنين، اشمعنى يعني قطع الحظ انا وبتخلف؟ والله هي بتستهبل علينا. يمكن جوزها يا ابني هو اللي ما بيخلفش، وفي الصيد لما الخلفة بتتأخر بيتوموها في الصيد. خلاص يا ابو عزيز انا اروح للحكيم وانزل، انا عارفة ان انا ما استاهلش اشيل منكم. اهدي بس، اهدى يا ابني بس، اهدى بالله. والله والله انا شايفاه في المنام، وان شاء الله ربنا هيرضيها بولد وهسميه عبد الرحيم ان شاء الله. ايه عبد العزيز عايز تقهرني يا ابني قبل ما اموت؟ عايز اشوف ضلك يا ابني، حرام عليك يا عبد العزيز.